ماشي. من يقرأ إن شاء الله؟ أقرأ وأنا طيب تفضلي يا أستاذة فرح. من أين؟ أول قال أبو الحسين هنا. قال أبو الحسين المنادي: فنظرنا في كلام هذا الإسرائيلي فإذا هو كلام لا يصح في المعتبر، وثمة إشارة إلى الهامش في التعبير. هذا ما الذي في تطبيق. الهامش؟ وما الذي أعلاها؟ هذا رأس صاد أو ضاد، هذا التطبيب أليس كذلك؟ هو غير واضح، لأن هذه علامة الظفر. شايفين أنا بشير بإيه؟ هذه علامة الظفر، ما بالأعلى هذا غير واضح، لكن على كل حال يعني ليس هذا مهما الآن. ما الذي كتب بالخارج؟ كتب التعبير وبعده صحة. جميل، كيف ستكون الجملة؟ لا يصح في التعبير، هو يريد أن يستبدل ما هو في المتن بالذي في الهامش. وهل صح يكتب من أجل الاستبدال؟ قد يكون من أجل التطبيب، لا أدري. هو بغض النظر هل ما وضعه بالأعلى تطبيب أو لا، التطبيب يا إخوة هي صاد ممدودة، وليس الصاد فقط، التطبيب هي صاد ممدودة، صاد ممدودة هكذا. انظروا، يكتب الكلمة التي فيها تكون كلمة هو نقلها هكذا، يعني الكلمة نقلها من النسخة التي نسخ منها، صحيحة من ناحية النقد أو لا تصح من ناحية المعنى، أو على أقل تقدير يشك هو أنها تصح من ناحية المعنى أو لا، فيكتب الكلمة ثم يضع فوقها، هذه هي الكلمة، الخط هذا هو الكلمة، ثم يضع فوقها صاد ممدودة هكذا، هذا معنى صاد ممدودة وليست هكذا، يضعها هكذا، بل صاد ممدودة لسبب معين لن نذكره الآن، هي صاد ممدودة، جميل، للإشارة إلى ها هنا ثم خطأ من ناحية المعنى، أو على الأقل الناسخ يشك أن هناك خطأ. طيب نرجع إلى ما نحن فيه، أولا وهل هذه ليست الصاد معنى آخر؟ هذه ماذا؟ هل الصاد معنى آخر؟ الصاد الغير ممدودة. لا أعرف لها معنى، لا أعرف للصاد غير الممدودة معنى، هذه ليست الصاد أصلا، هذا ما أظنه. لماذا؟ لأن هذه فقط علامة ظفر، هذه علامة ظفر للراء المعتبر، أنتم معايا يا إخوة؟ نعم معك أستاذ، معك. الذي أسفل كلمة الحديث هذا لا أدري ما هو، ربما خرق. ربما نقطتين وتداخلتا مثلا بهذا الشكل، أو حدث أي شيء في هذا المكان، لكن هذه علامة ظفر وهذه ليست صاد حتى غير ممدودة، هذه ليست صاد، هذا أولا. ثانيا أستاذ أحمد، ليس، نعم يا أستاذ فرح تفضل. عفوا تفضل أكمل. طيب ليس هذا هو المهم الآن، المهم شيء آخر، أظن أني وصلت إلى شيء. هو كتب في الآخر صح، كتب في الخارج صح، ما معنى كلمة صح؟ أنك ستدخل هذه الكلمة في السياق صحيح، وأنها نعم منه صحيح بغير تغيير لما قبلها ولا بعدها. صحيح هو ماذا فعل نعم هنا؟ هو جاء على كلمة هذه المعتبر، ثم شكرا. خرج بخط، ثم إذن في التعبير المعتبر. كتب نعم في التعبير التعبير المعتبر. وكتب صح، جميل. في التعبير المعتبر. لا ما فيش حاجة اسمها في التعبير المعتبر، هو مش، ليس هذا هو المراد أصلا من السياق، هو يقول قال أبو الحسين المنادي فنظرنا في كلام هذا الإسرائيلي فإذا هو كلام لا يصح في المعتبر، هل سيكون في لا يصح في التعبير المعتبر؟ نعم هذا ما أظن. المعنى لا يمنع، المعنى لا يمنع. خذ يا أستاذة، في الكلام المعتبر. ما أظنه أنا
ليس ذلك. ما أظن أنه إخوة لو سمحتوا اقفلوا المايكات للأخ اللي ما بيتكلمش. سمعني كده؟ سمع حضرتك. لماذا أنا أقول ليس هذا هو المراد؟ لأنه أصلا أخرج الخط من أين؟ من منتصف الكلمة. من الكلمة، وليس من قبلها وليس من بعدها. يعني من المفترض أن يخرج الخط من الموضع الذي سيوضع فيه الكلمة. الكلمة من المفترض أن يخرجه إن كانت في التعبير المعتبر ينبغي أن يخرجه من بين فيه ومن بين المعتبر، صحيح؟ صحيح. وإن كانت المعتبر التعبير يخرج من هنا، لكنه خرج من منتصف الكلمة. والكلمتان قريبتان أيضا، فهو الظاهر أنه يريد أن يلغي المعتبر كأنها بيان يعني وأن يكون للكلمة. كأنها بيان. هل هذا صحيح ما فعله الناسخ؟ لا، لأنه لا هذا ينبغي أن ليس يضع صحيحا، صحة لا في آخر ينبغي أن كلمة. يفعل هذا. فإذا هو كلام لا يصح في التعبير، من المفترض أن يكون كذلك. وذلك لأن الناس في سائر البلدان يبادرون في حوائجهم غدوا، ويبادرون الانقلاب إلى أهليهم رواح. خلاص، هو ما فائدة أن يقول لا يصح في التعبير المعتبر؟ هو لا يصح في التعبير، إذن ليس هو معتبرا، صحيح؟ صحيح. يعني ما يعني إن قال لا يصح في التعبير فكلام يعني واضح. فها هنا كأنه قصد البيان، لأن الذي يفعل فيه هذا أن تكون الكلمة حدث بها خطأ في النص ويريد أن يصححها في الخارج، يكتب بيان أو يضع نون اختصار كلمة بيان، كأنه يقول هذه الكلمة كتبت بشكل غير واضح فأنا أبينها لك في الهامش، فاكتب ما في الهامش ولا تعتبر بما في الداخل، أو ولا يعني تركز فيما في الداخل. واضح كده؟ يعني بيان انقل اللي في الهامش واسيب اللي في الداخل. لما تلاقي كلمة بيان، هو نعم. الكلمة بتكون كتبت بشكل خطأ أو بشكل غير واضح في النص، فبيحط فوقها نون أو بيكتب فوقها بيان، وبيخرج بره يكتب لك بيان أو نون. يعني ده بيان الكلمة اللي مش واضحة اللي جوه دي، اللي أنا حاطط لك فيها نون أو حاطط لك فوقها بيان، فتكتب اللي في الهامش، لأنه بيقول لك ده البيان بتاعها، ده الصواب بتاعها. تمام؟ لكن هو هنا كتب صح. فلو احنا بقى شغالين مكن، يعني صح هيبقى لحق، يبقى حط الكلمة دي جوه. هتحط الكلمة بدون تفكير، هتكتب في التعبير المعتبر أو في المعتبر التعبير، أو هتكتب أي حاجة، لكن عندك هنا قرائن إن هو أصلا مخرج الخط دوت، مخرجه من الكلمة. خلاص؟ تاني حاجة إن هو أصلا السياق مش محتاج كده أصلا، مش محتاج إن أنت تقول لا يصح في التعبير المعتبر. خلاص. تالت حاجة لكن اللي هي أيوه السياق لا يمنع الثلاثة. سياق الثلاثة في المعنى صحيح. ثلاثة ثلاث إيه؟ كلمات، لو ثلاث كلمات لو قلت في لا يصح في المعتبر هتبقى صحيحة، السياق لا يمنع. وفي لا يصح في التعبير، التعبير لا تصح، إنما التعبير المعتبر برضو لا تمنع. ما هنا برضه مش معنى ان الكلام ماشي كله ان اللي موجود صح. انا ينبغي ان انا ابص في اللي قدامي، اركز كويس. انا بقول الخط ده خارج منين؟ نعم. خارج من على الكلمه. هو في قرينه غير اللي احنا قلناه، هتيجي معانا دلوقتي، هتيجي معانا دلوقتي. بس انا شكل قصدي الكلام. اللي انا فاهمه، لا هتيجي معانا في موضوع تاني. اللي انا فاهمه هنا ان هو قصد ان هذا بيان، هذه التعبير، لأن الكلمة دي برضو مش واضح إن هي المعتبر. هو في تغبيش في الحتة دي كده، وإن كانت هذه قريبة للميم، لكن هو مش بيكتب الميم كده أصلا في الحتة دي. الكلمة أصلا شكلها حصل فيه مشكلة وهو بيكتبها. خلاص. فالظاهر أن هذا أنه قصد أن هذا بيان، لكنه عبر بكلمة صح بعدها كأنه أراد أنها لحق. خلاص. سيبكم نعم. بس، يعني هتكتب في لا النسخ يصح أكتب لا يصح في التعبير. في التعبير، نعم لا يصح في التعبير. نعم الكلام ده فايدته ايه؟ فايدته ان احنا نفهم ان في قواعد وان في نسخ بيخالفوا القواعد.
طيب انا هحاسب النسخ عشان خلف القاعده، احنا مش هنعرف نحاسبه حتى لو حاسبته، فكان ماذا يعني؟ انت عندك دلوقتي نص ينبغي ان انت تتعامل معاه وتفهم النص ده صح. تمام؟ تمام. ناتي هنا. طيب من يقرا؟ نعم. احد يقرا؟ نعم استاذ. أكمل. تفضل يا استاذ كريم، اقرا من أرغب الناس. فين أرغب؟ أرغب الناس الملك الحارث. بالراحة الملك بالراحة. دي إيه؟ أرغب الناس في الملك. إخوة لو حد عنده يعني حد بيتكلم أو حاجة يا ريت يبعد، أو عشان الأصوات ما تتدخلش. بس أرغب أرغب الناس الناس في الملك. فين الملك؟ في ما بس مش عارف السياق، يعني أرغب الناس في طلب. أيوة في طلب الحرف. أيوة كده، حرص في ليه؟ طلب الحرف في طلب إيه؟ في طلب ال في سن وفي سن تاني، في سنين يعني في حرفين. ال أرغب الناس في طلب الحديث. لا أدري. أرغب الناس في طلب الحديث. الحديث أن تكتب عن اسم. ماشي. طيب من يكمل؟ طيب نخلي أستاذة فرح تكمل، جزاكم الله خيرا. مين يا أستاذة فرح لو سمحت؟ نعم. أرغب الناس في طلب الحديث أن تكتب عن الضعفاء لحظة والمقبونين، لحظة معلش. ولكن ثمة شيء فوق الحديث. لحظة لو سمحت. طيب جميل، تاني بقى أرغب الناس. أرغب الناس في طلب الحديث وأشدهم حرصا عليه ايه ايه وأكثرهم كتبا له. حضرتك انت رحتي فين؟ هذا لحق، هذه الإشارة فوق الحديث للحق، أليس كذلك؟ طيب لأنه هل وضعها ما في هي الخارج نفسها. كتب بعده صحة؟ نعم. في صحة. طب جميل، هل يوجد خط خارج من النص؟ لا، ولكن ثمة إشارة كرقم 2 جميل جدا. وكررها أيضا في ايه البداية. الهدف بقى من اللي احنا بنعمله ده؟ انهم ايضا نصوا في الكتب على انه يخرج خطا خارج من النص باتجاه اللحظ، صحيح؟ خرج خط هنا؟ نعم. ازاي؟ لا، لم يخرج هل فوق خرج خط؟ الحديث. هل خرج لا، خط؟ اثنان ورقمها اثنان، كانها هامش زي عندنا. هل خرج خط هكذا يشير كما ها هنا، كما في كما فعل هنا؟ هذا خط خرج، صحيح؟ كأنه جعل له زاوية. ليس مسألة زاوية، وضع هنا شبيه بالرقم 3، هذا ليس خطا، هذا ليس خطا. لا طب انتبهوا، أستاذة فرح بتشير لشيء آخر. أستاذة فرح كأنها تقول أنه جعل الخط هكذا، صح يا أستاذة فرح؟ نعم هو لم يفعل نعم هكذا، هو رسم هكذا، هو رسم هكذا. طيب ماذا فعل؟ رسم. طب ما أصل في حاجة تانية، ما هذا في الخارج؟ نفس الإشارة. ليس خطا، لو كان خطا ما رسم خطا بالخارج. خط بالخارج يشير إلى ماذا؟ وضحت الفكرة؟ نعم وضحت. هذا رقم شبيه بالرقم 3 وهذا أيضا، فأحيانا يشيرون للحق أو للهامش عامة بهذا، فتنتبه لهذا. ليس شرطا أن تجد الخط الخارج هذا مثل هذا، لا يشترط هذا، أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. خلاص، هل هذا نص عليه في الكتب أو لا؟ هذه ليست قصتنا الآن، القصة أن تفهم ما الذي يفعله الناسخ، لأن هذا يفيد وهو يفعلون هذا أحيانا، لأنها هنا لحق آخر، هنا لحق آخر.
فمن الممكن أن يغير يرسم أحيانا، ومن الممكن أن يضع لهذا خط ولهذا خط، أو لهذا رقم ولهذا رقم، وهكذا، أو يغير، يعني يفعلون هذا، يعني يفعلون كل الطرق. فواضح هذا الأمر؟ نعم واضح. تمام. واضح. طيب الإخوة اللي معانا كلهم الكلام واضح ليهم اكتبوا لي، لو في حاجة مش واضحة نتكلم فيها. أنا عارف إن الكلام هيبقى صعب على اللي مش متابع، عشان في حاجات إحنا ساعات بنبنيها على بعض، لكن بحاول على قد ما أقدر إن الكلام يكون يعني ما فيهوش كلام تقيل يعني. من يقرأ؟ الشعر لا ندخل في الشعر، لكن من أول هنا وأنشدنا. وأنشدنا التنوخي أو التنوخي أظنها التنوخي بغير تشديد. نعم وأنشدنا التنوخي قال أنشدنا أبو سعيد أو أبو سعد أبو سعد. محمد بن علي بن محمد بن خلف الهمذاني لنفسه طيب حضرتك لماذا قرأتي ما بالخارج؟ هو لم يضع صح ولكن ثمة إشارة للهامش يعني هنا لم يضع صح صحيح لم يضع صح. طيب ألم نقل أن صح هي علامة اللحق الفارقة؟ بلى صحيح طيب ربما هنعمل إيه؟ نسيها لا أدري طيب جميل. طيب حد عنده رأي تاني؟ لما هي يكتب في علي الهامش نعم هي ابن محمد بن خلف ابن محمد بن خلف وهذا في المقابلة لأن اللون مختلف ما هو هي في المقابلة ماشي، لكن هل هو كتب صح في نهايتها؟ لا لم يكتب وهذا خروج عن برضه طيب خروج ليه؟ واحنا ايه اللي خلينا نتأكد ان ده لحق اصلا؟ لما سيكتب شيئا لا طائل منه ومن قال انه لا طائل منه ايضا؟ لعله نسي ان يكتب انها نسخة، نعم صحيح ولعله نسي ان يكتب صح ايضا يعني. نسي شيئا على ما يبدو هو المهم انه الظاهر انه لحق، لكن هو لم يكتب صح. لكن هذا طبعا يعرف يعني ينظر كما قلت لكم، كتب بغى ان يكون عندكم قراءة اخرى، وان ينظر يعني في الاسانيد وفي التراجم ومثل ذلك، لكن هذا يحدث. المهم ان هذا يحدث، ان يكون لحق بالخارج ولم يكتب بجانبه صح، وهذا خلاف القاعدة أيضا. وهذه مشكلة كبيرة، لأن هذا صلب النص، ولا ينبغي أن تدخل فيه شيئا ليس منه، ولا أن تخرج منه ما هو منه، فينبغي الانتباه. احنا قلنا أن اللحق العلامة المميزة له صح، نعم، لكن هذا أحيانا يخالف، أحيانا يخالف. طب أنت بتقول لنا الكلام ده عشان تشتتنا يعني؟ أنا مش بقول لك الكلام ده عشان أشتتك، أنا بقول لك الكلام ده عشان تفهم أن النسخ أحيانا بيخطئوا. هو عمله ده غلط، غلط أنك لا تكتب بعد اللحق صح، لكن لعله نسي، لعله أهمل، أيا كان، لكن هذا يحدث، نعم يحدث، هذا هو المراد.